ودلوقتي تعالوا نشوف معاكم ابرز عناوين حلقتنا النهارده. اليوم الاهلي يحسم موقفه النهائي من ازمه عقد الرعايه. الاهلي يواصل تدريباته استعدادا لمواجهه وفاق سطيف. الفريق الاول يواجه المصريه للاتصالات وديا الثلاثاء. الجهاز الفني يدرس علاج علي معلول في المانيا. المنتخب يغادر لسوازيلاند. طبيب المنتخب ينفي مسؤولية الجهاز الفني عن إصابة محمد صلاح. وسباحة الأهلي تواصل حصد الذهب في بلغاريا.